دينا لاستضافة المباراة مع حيدر الوتار من دبي ومحمد الخفاجي من البصرة. دارك يا الأخضر، دارك يا الأخضر، دارك يا الأخضر، دارك يا الأخضر. يا رايح في دول البصرة، خذ عيوني معك تروح، أنا محتاج له نظرة تردي فيني والله. مبكرا بدأت تتهيأ البصرة هذا العام للعيد بالأحلام، تحني جدائلها بألوان الفرح، تكحل غدها، وكم من غد انتظرت فيه زائرا دون أن تدس قبس ضيافتها، فالكرم شيمة أهلها، فكيف والزائر أخ شقيق ابن عم وابن خال، طال كلهم طال عن البصرة طال غيابهم. نحن كبصريون أولا تغمرنا السعادة الكبيرة في احتضان مباراة الأشقاء السعوديين بعد غياب طويل. في الحقيقة جميع الاستعدادات جارية على قدم وساق لإظهار العراق بأبهى صورة، وإن شاء الله سنثبت للعالم أجمع بأننا قادرون على استضافة أي مباراة مهما كان حجمها وجميع البطولات الدولية والإقليمية. الملعب جاهز، لأنه ممثل المدينة الرياضية كان موجود حاضر بالهذا بالاجتماع، وأبدأ استعداد المدينة الرياضية في استقبال مثل هكذا مباراة دولية. يعني أعتقد أنه واحدة من أهم الاستعدادات اللي دائما الراهن عليها هو حضور الجمهور، هذا الجمهور اللي أثبت أنه جمهور مليء بكل الثقافة الرياضية، مليء بكل الالتزام، مليء بكل الحس الوطني تجاه إنجاح مثل هكذا مباريات. حتما سيلاقي الأشقاء السعوديين المحبة وسيلقى يعني الترحيب الكبير. واحنا نكون إن شاء الله حسن ظنهم إن شاء الله، والبصرة والعراق كامل أكمله قدمة السعودية، وهم أخواننا وشغلاننا إن شاء الله، أكثر من كرة قدم تربطنا إن شاء الله، وإن شاء الله إحنا يعني هم صاحبين فضل عن الناس اللي راح يجونا ويساعدونا برفع الحظر، وإن شاء الله ما نسلم هالموقف ونكون عند حسن ظنهم ورد لهم بأحسن من هالموقف. دارك يا الأخضر، هذا شعارنا رفعناه، وأهلا وسهلا بهم أخواتنا إن شاء الله، وإحنا نتمنى من كل الفرق العربية والخليجية من تجي هنا حتى نرفع الحظر ويساعدون اخوانهم العراقيين. نشكر المنتخب السعودي يعني على المبادره هاي الجميله، ونرحب بهم احنا بكل وقت، يعني بيوتنا مفتوحه لهم، اخواننا واشغالنا على راسنا. نشكر الحكومه السعوديه حقيقه على هذا الموقف، على هذا الامر المهم كان جدا بالنسبه للكره العراقيه، نشكرهم على هذا الدعم. ثاني شيء اعتقد احنا كنا محتاجين هاي الخطوه من كل الدول المجاوره، الحمد لله بدات من السعوديه. ان شاء الله هاي تضيف لنا هواي امور، خصوصا بلدنا رفع الحظر، منتخب السعودي من المنتخبات الكبيره. منتخب السعودي منتخب كبير، انا ما حاجه انا اتكلم عنه، اكيد مشكورين على هذه المبادره اللي سووها. نتمنى من جمهورنا، جمهور البصرة، جمهور العراق، أن يحضر في هذه المباراة ويكون تشجيع، يعني تشجيع مثالي، يعني يعكس الصورة اللي يعكس الصورة على المنتخب العراقي إن شاء الله وعلى الشعب العراقي. من داخل أروقة مدينة البصرة الرياضية ونزول ميدان محمد دارك الأخضر إلى شوارع البصرة للترحيب بالمنتخب السعودي ومن ملعب المباراة البصرة. أنه فكرنا بأنه رد جميل ما قامت به الجماهير السعودية برفع الأعلام العراقية خلال مباراة العراق والسعودية في تصفيات مونديال 2018، فهذه الفكرة تولدت أساساً لرد الجميل للجماهير السعودية أو الجانب السعودي بهذا الموضوع. انطلق الهاشتاك بعد أن طرحنا مجموعة جمل، عشرات الجمل خرج من عدها بعد أن قرر أعضاء الحملة تسعة مشجعين ألترا السفانة والصحفي محدثكم لإطلاق هذا الهاشتاك، ولاحظت أنه بعد إطلاقه بساعات وصل إلى 4 مليون بين تغريد وإعادة تغريد وتعليق ومشاركة. العيد سيصل مبكرا أرض الرافدين هذا العام، اليوم البصرة وغدا إن شاء الله كل العراق. فآخر منتخب سعودي زار دار السلام كان يوم المعتزل حاليا العملاق محمد الدعيع، كان هو نفسه محمد الدعيع الذي يحرس عرين الأخضر، ليس المنتخب الأول انتبهوا، إنما منتخبي الناشئين والشباب. بأي ذنب حدث كل هذا الجفاء والفراق طوال هذه الأعوام؟ حيدر الوتار.